النار تحرق دون الجواطيرها صقولنا يا ويلي عليها. والنار بخصوص المباراة، الحمد لله على الفوز. ما صراحة يعني قدمنا مستوى وكنا أبطال في الملعب، والروح لحضرت السعودي فوق دايم. الحمد لله على الفوز، نالهم الفوز طبعا. نشجع كل العرب ونتمنى للمنتخب المغربي الفوز بإذن الله، يفوز وبإذن الله كل العرب تفوز بإذن الله. ألف 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 مبروك للجمهور العربي والسعودي والعالم أجمعين إن شاء الله. وبكرة نشجع، وبكرة إن شاء الله. أنا شوف حاجز على المغرب وكرواتيا إن شاء الله بإذن الله، مغربية بإذن الواحد الأحد. أشكرك كثير كثير كثير، شكرا لك. اهلا ومرحبا، الف مبروك المنتخب السعودي. اليوم صنعنا التاريخ، اليوم اثبتنا ان عندنا كوره وعندنا رجال في الملعب، وكلنا ان شاء الله رايحين دور 16 ودور 8 باذن واحد احد. الف مبروك كل السعوديين كل العرب. اكيد منتخبات العربيه كنا واقفين معاها ان شاء الله، مغرب تونس ومين كمان معانا، قطر ان شاء الله. الف مبروك. مبارك الشعب السعودي كافه بعد ما فزنا على الارجنتين، مباراة تاريخية تاريخية. يعني ما توقعنا نفوز عليهم، لكن إن شاء الله متأهل دور 16. بفوز دامنا فزنا على الأرجنتين، بفوز على بولندا وعلى المكسيك بإذن الله، وعقب المغرب إن شاء الله بإذن الله. الله يعيننا. بس ما نفهم، أولا مبروك المنتخب السعودي، وكلمتين دائما نقولها، ما في شيء صعب على السعوديين. وأخذنا درس مهم من قائدنا الملهم سيدي مولاي الملك ومحمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان، درس في القيادة. قال لهم استمتعوا في كرة القدم، وشوف الآن كيف اللاعبين اتعلموا الدرس هذا، ونحن تعلمنا كيف نقود منظومة كرة القدم. مبروك للجميع وللعرب كلهم. ما مبسوطين الحمد لله، ما توقعناها، ويعني أحسن مباراة شفتها في حياتي. مبسوطين بالفوز الحمد لله، منتخبنا قدم مستوى عظيم وفرحنا بالانتصار. إن شاء الله عقبال تونس والمغرب وقطر وكل المنتخبات العربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.